حاج نمر ايه؟ ازيكم؟ معاكم عمر وائل او دبليو، والنهارده هنفتح الجوائز، بس معانا ضيف انا الجزار. صاحب بيتي، صاحب قناة يا ابني، بتتكلم في ايه؟ حاضر. فيعني قال لي اديني الجوائز واجيب لك حاجه حلوه. طبعا كل واحد بياخد عدد ديته، كل واحد بياخد عدد ديته. انت خلاص مجتهد، طب ما اتفضل شاء يا الله حبيبي، تعالى. اتفضل افتح الباكجات. يعني هات يا ابني اتفضل اتفضل. عندي بص، باكجات دي الكارت الاحمر ده موزة كارت هناك ده. انفورم، ماشي. انت جيب لنا ايه، ريكاردو بيريرا او انسينيا؟ اتفضل. تمام. سويون كوي مش معاك؟ سيونكو مش موجود اصلا. عدوس دوس يا حبيبي، دوس دايرة ولا مايل ماكس؟ اكس، ما تدوس يا ابني. امسك كده، هيفتح دلوقتي. ايوه. امسك امسك. ايه ده؟ هندرسون. حلو ولا ايه؟ يا من الناس اللي موجود سخنوني. هندرسون كده، كان عايز ريكاردو بيريرا، جبت له ناتشو. كمل كمل يا خلاص، ابني، فتح كده. هو في كام واحد هتفتح؟ عندك 7 باكجات اهو، افتحهم مرة. ما قلت لا، الأربعة. 4 ايه، ما في جوه. هنبدأ بالأخير. ماشي، انا هيعمل تشكيلة ما تخلص يابا. ورينا ورينا، شكلها تبقى سكيب سكيب. دوس اكس تاني، دوس في شوية. بص احنا اتفقنا واحد من هنا وواحد من هنا. ماشي، حتى في النص بقى. ما تيجي فيهاش ننزل، حاجة. تيجي ننزل، استنى تيجي ننزل. استنى لما تكون باك حلو. ايه ده، ممكن حلوة يطلع فيها حاجة؟ لا مش حلو. دوس اكس دو. بعدين بقى. ايه ايه بقى؟ ايه مش جدع. ودي واحد طاير فوق ولا ودي تحت ايه؟ واحد ما بيلعبش التيمت اصلا، طاير بيتفرج فوق، على فيديوهات. ايه ايه بقى؟ طاير فوق ولا ايه؟ بص بص بص، ما هي بقى ايه؟ انا بقى هضطر اتعامل معاك. يبقى عندي، افتح يا ابني الباكة دي. اسمها باكة صح؟ اسمها باكا. باكة؟ باين فيها حاجة. فيها حاجة دي؟ انت دوست سكيب. اه ايه سرابيا، كويس انت دوست سكيب. عندنا طلعهم فوق كله واحد، كلهم كلهم ورا عند بعض. يا الأهواجي. تقصد ازاي كان لازم يتباع ب 300 كوين؟ لازم 75، اطلع اطلع كله كله. كله كله اطلع. بص وبعدين بقى، تعالى تعالى هنفتح الميجا دي، بس نلف. دي استنى، انت يلا. دوست حاجة؟ لا ما دوستش طب حاجة. يلا هنلف، يلا يلا ما تبصش في المراية بقى. مش هبص في المرايه. ماشي يلا افتح. يلا، انا عرفت ان في الجيش، انا عرفت الجواز وحشه ليه. انا عايز في البوطه. يلا يلا دوست اكس. يلا استنى، ما اقول لك لف لف. هتلف قبل تيجي نلف الكرسي دي. استنى، انا سامع صوت جماهير بتصور. تفتكر بورد ولا ووك اوت؟ يلا يا بابا. ايه ده؟ هو كارت انفورم ايه ده؟ حلو. يعني، يا 10 تلاف. دوس اكس كده. اسمه ايه؟ اسمه ممكن يكون حد معايا على فكرة، خلي بالك. انيستا. طلع يا عم انيستا. مين؟ طلع طلع. افتح دي الميجا مثلا، دي حلوة يعني؟ مش حلوة بس افتح شوكولاتة ولا ايه؟ يا عم افتح. لا هنلف في اخر واحدة دول بقى. مستحيل يجي فيهم حاجة حلوة. افتح افتح. فتحت يعني. بعدين بقى ايه ايه بقى؟ ايه ده؟ حلوة. اوكا وتزرق، يلا يخرب بيت خرب بيتك. ايطاليا. ايطاليا مين ده نيمار. يا عم؟ القرف. بقول لك نيمار. بس اوكا نيمار. نيمار ايطالي. يا كان ممكن يطلع لنا يا عم. ايه بقى ايه؟ مش عارف، مش عارف. طلع. طلع طلع، طب طلعه ده بيروح فين بقى على كده؟ هبيعه كل حاجة. ما تدوس اكس يابا، دوست يا عم، بيحمل اهو. تس دايس. مش حاجة، دوس اكس كمان. يلا نلف بقى، يلا افتح افتح. افتح. سمي الله بس. صوت جماهير، صوت جماهير. سمعني تقريبا يا عم،
شكلوكا وتيلا خناقه. يلا يابا. اوف اوف مين؟ ايه واحد حلو. من بص هو ما يستخدمش في حاجه بس حلو. بس ريت عالي وانفورم حلو. ممكن يكون حد معايا. عارف يعني لو في حد معاه؟ ما اعرفش. ما اعرفش بس اكس. ايه خلينا محدش معايا بس ايه استنى كده استنى كده. محدش معايا حد ممكن يكون رونالدو مثلا وراه مثلا يعني بس مش الحظ للدرجه دي. بيتباع بكام؟ 40,000. حلو الحمد لله. ارو ده الحمد لله الحمد لله. ده ما تلعبش بيه اصلا. ليه حقير يا ابني تشتمه كده؟ انت جيلي كل خميس تفتح يا بدي شباب. طبعا 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 طبعا. انت تروح تدخل على نيته. وكده معاكم خلصنا الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وتشترك لو انت جديد. اشوفكم فيديو اخر. انت قديم مشترك برضه ساعات بقى في ناس قديمه بس ما تبقاش مشترك تبقى يعني فاهم اي حاجه وخلاص. اشوفكم فيديو اخر. بيس. طبعا طبعا.